أوضحت الشرطة البريطانية أنها فتحت تحقيقا بشأن مخالفات انتخابية محتملة، وذلك قبل نحو شهر من انتخابات برلمانية، وبعد اتهام ناشطين من حزب المحافظين الحاكم بمحاولة ثني مرشحين من حزب بريكسيت عن الترشح. وأعلنت شرطة لندن أنها تلقت ادعاءين باحتيال انتخابي وسوء ممارسة على علاقة بانتخابات عام 2019 العامة، ودون أن تضيف تفاصيل. وأكدت الشرطة في بيان لها أنها تدرس الادعاءين، وأن فريقا تحقيقيا مختصا قد يكلف بمثل هذه القضايا. وكان مؤسس حزب بريكسيت قد اتهم حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون بممارسة الفساد، وعبر عرض وظائف وألقاب على مرشحي حزبه لدفعهم إلى الانسحاب من انتخابات كانون الأول المقبل.